بتيلش بعدين وزارة الإسكان بتقول لك هذه هردم وهذه تشوفيهم بتجرتها تخلش شو تسوي هذه طال عمرك أول اللي في الحد روح تشوفيهم بتيلش بعدين وزارة الإسكان بتقول لك هذه هردم وهذه عدل في البيت وهذه خالف وتعال بسحب بيته أنت سويت أنت عندك من أول يوم سوي لك نموذج وإحنا قلناها إذا أنت ما عندك مهندسين صح أعطهم طلبة من جامعة البحرين بيخططون لك الجامعة الحين الحد 9 كيلو متر موزع البيوت شارع 30 متر عرضه والبيوت على 10 متر بيت طالع وبيت دايش وبيت في دريشه وبيت ما في دريشه او انا بحط لي بابين في السطح احنا نتمنى من وزاره الاسكان تحط لها تخطيط ملائم تسوي لها احجار نفس ما قالت 4 أو 5 حطي 4 حجار ماستر على الاقل للمواطنين يكون يرتاح المواطن ما يقعد يهردم